أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم في صدى أقلام جديد نصل فيه أبرز ما كتبت الصحف ونبدأ بالعناوين. جاء في يقينة مخاوف من تكرار سيناريو جرف الصخر ميليشيات تعتقل المئات من أبناء الطارمية. الهيئة تقول هيئة علماء المسلمين تحذر من كارثة إنسانية ترتكبها ميليشيات الحشد الشعبي في قضاء الطارمية. نتصفح في عربي 21 طالبان تنفي لعربي 21 وجود اتفاق مبرم مع سليماني. نتصفح في ميدل إيست آي إذلال أمريكا في أفغانستان نقطة تحول بتاريخ العالم. وجاء في القدس العربي المغرب يتجه نحو مصالحة مع إسبانيا مقابل التزامها بالحياد التام في نزاع الصحراء. ونطالع في بلومبرغ قيس سعيد يقود تونس إلى مسار لبنان. وجاء في ذا تايمز نهائي يورو 2020 كان بؤرة لانتشار فيروس كورونا. أهلا بكم. جاء في الميثاق الوطني وكتبت سارة جميل الناشطة العراقية قائلة وجود الميليشيات في العراق هو موت سريع للإنسان. هكذا كتبت سارة جميل في صحيفة الميثاق الوطني حيث تشكل الميليشيات خطرا كبيرا على العراق وتنهي فكرة وجود الدولة، إذ إن تشكيل هذه الميليشيات المسلحة يعد خرقا كبيرا للدستور، حيث نصت المادة 9 من الدستور العراقي على حظر تشكيل ميليشيات خارج نطاق الدولة. وتعد الميليشيات المسلحة أحد أهم أسباب عدم قيام دولة عراقية حقيقية، فكل حزب أو رجل دين أو شيخ عشيرة شكل مجموعة مسلحة خارج نطاق الدولة وتأتمر بأمر من أسسها لا بأمر الدولة، ومن أسسها يأتمر بأوامر من خارج البلاد، وهذا بحد ذاته خيانة عظمى للعراق. عمدت هذه الميليشيات على إثارة الفوضى والدمار في البلد، فقتلت وغيبت مئات المواطنين، وهجرت مئات الآلاف من العوائل من ديارها، واستباحت مدنهم واغتصبتها بحجة الحرب ضد داعش، ومضت سنوات على تهجير وتغييب سكان هذه المدن، ولم تسمح لهم الميليشيات بالعودة إلى مدنهم، واستغلت هذه الميليشيات المدن المغتصبة، فسرقت خيراتها لمصالحها وخدمة لمصالح الدولة التي ترعاهم، وأيضاً تستخدم هذه المدن لتخزين الأسلحة، وعملت هذه الميليشيات على التغيير الديموغرافي بتلك المناطق. وأيضاً كان للميليشيات المسلحة دور كبير بقمع تظاهرات تشرين واغتيال الناشطين البارزين فيها، فقتلوا كل ناشط مؤثر في الساحة وممكن أن يكون له دور في بناء البلد في المستقبل. إن انتشار الميليشيات يشكل خطراً كبيراً على السكان وأمنهم وعلى العراق بصورة عامة، لأنها مجاميع مسلحة همجية تستخدم السلاح لأي أمر تواجهه، فيقتلون الإنسان حتى إذا أعطى رأيه ولا يعرفون القانون، ويعتبرون أنفسهم الدولة، وبالفعل سيطروا على الدولة وعلى كل مفاصلها. ونتيجة تجهيل المجتمع المتعمد، تجد هذه الميليشيات من يؤيدها من الجهالة والمرتزقة في المناطق التي تسيطر عليها، ويوجد الكثير من الناس الجاهلة لحقوقها، حتى أنهم يجهلون ضرورة أن يعيش الإنسان في دولة يحكمها القانون ويسودها الأمن، فاستغلت الميليشيات هذا الجهل وعواطف الناس باسم الدين والمظلومية، فكلما تشعر هذه الميليشيات بالخطر، تلجأ لإشعال فتن دينية لإثارة مشاعر مؤيديها واسترجاع تعاطفهم. تقول الكاتبة قيام عراق قوي نظرية ربما تتحقق، لكن تحققها يجب أولاً أن يكون بالقضاء على الميليشيات بصورة تامة، ونحتاج إلى ثورة فكرية لتطهير المجتمع من الإرهاب الفكري وإنشاء إنسان واعٍ يحب وطنه أولاً قبل كل شيء. فالإنسان بلا وطن يكون جسداً بلا روح. وجود الميليشيات في العراق كالغيمة السوداء تقول الكاتبة، ولا بد أن تمطر بيوم من الأيام وتنتهي هذه الظلمة.
سنبقى ننتظر أن تزاح هذه الغيمة لنرى عراقنا يزهر من جديد. الكاظمي وإيفان فائق، تقول الكاظمي الصمت أفضل. ونقرأ مقالا للكاتب متي كلو جاء فيه: في الوقت الذي تقوم به مجموعات من الشباب مغادرة العراق إلى ليتوانيا هربا من الظروف الصعبة التي يعيشها العراق، وفي الوقت الذي يمنع عودة الآلاف من المهجرين إلى ديارهم بسبب عدم توفير الخدمات وتوتر الوضع الأمني والخلافات والأمور المعروفة الحاصلة في العراق، الخلافات العشائرية والدينية في مناطقهم الأصلية، وفي الوقت الذي يمنع المئات من أهالي جرف الصخر يمنعون من العودة إلى أراضيهم وبساتينهم الزراعية، وتحولت مناطقهم إلى معسكر بإدارة فصائل مسلحة ومنها ميليشيا كتائب حزب الله العراقية، حيث يخرج إلينا مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء العراقي مرة أخرى داعيا المسيحيين العودة إلى العراق. هذه الدعوة ليست سوى دعوات لا تعبر عن الواقع الذي يعيشه العراقيون في الوطن، وهذا ما أكدته إيفان فائق عندما قالت إن ناحية جرف الصخر شمالي محافظة بابل ما تزال منطقة غير آمنة، فكيف نتحمل مسؤولية إعادة النازحين إليها؟ كما أطلق أيضاً البطريرك مار لويس رافائيل الأول ساكو في وقت سابق تحذيرات بخصوص وجود المسيحيين في البلاد، معتبراً أن وجودهم ما زال مهدداً، وأكد استمرار عمليات الاستهداف والتهديد والاضطهاد التي دفعت بتناقص أعداد المسيحيين عما كانت منذ ما قبل سنة 2003. هذه الدعوات ليست سوى أكاذيب وخدع سياسية لم تعد تنطلي على المسيحيين فقط، بل على أبسط أبناء الشعب في الوطن والمهجر، سواء قبل 2003 هرباً من النظام السابق أو بعد الاحتلال الأمريكي ثم الاحتلال الإيراني. ليس هنا سراً أو حلماً يراود العراقيين الذين اغتربوا عن وطنهم قسراً عن ترقبهم بالعودة إلى مسقط رأسهم ومرتع صباهم وأزقتهم ومدنهم وقراهم. وينبغي الآن طرح السؤال الذي يفرض نفسه في هذا الموضوع: هل عم الاستقرار والأمن في العراق لكي يدعو مصطفى الكاظمي ووزيرته إيفان فائق العودة إلى العراق؟ هل تلاشت أسباب هجرة المسيحيين إلى الشتات؟ الكاتب يقول: هل انتهت التنظيمات الإرهابية وجرائم الاستهداف والتضييق التي شاركت بها ميليشيا وفصائل مسلحة لأحزاب دينية ومذهبية معروفة التي كانت سبباً رئيساً لمغادرة المسيحيين بعد عام 2003 والذين قدر عددهم بمليون مواطن، والجميع يعلم جيداً بأن تلك الميليشيات والفصائل ما زالت تهيمن على الساحة العراقية بكافة فصائلها، وما زال السلاح المنفلت بيد تلك الميليشيات وفصائلها، والتي لم تستطع حكومة الكاظمي حصره بيد الدولة، وإيفان فائق من ضمن هذه الحكومة. تضحيات العراقيين الثمينة. جاسم الشمري من موقع مركز رسام للدراسات يقول في مقال له: من المؤامرات التي تواجه النضال الوطني في أي بلد في العالم هي محاولات تزوير أو تزييف أو قلب الحقائق القريبة، وبالذات تلك المتعلقة بالتضحيات الجسام والتي دفع ثمنها الآلاف من الرجال الذين أثروا الموت على الحياة، واليوم في سبيل وطنهم هنالك سعي حثيث من قبل بعض القوى المالكة للمال والسلاح في العراق للقفز على تضحيات رجال الوطن الأوفياء الذين قرروا مواجهة قوات الاحتلال الأمريكية بكل ثبات وعزم وبالغالي والنفيس بعد الاحتلال الأمريكي لبلاد النهرين في العام 2003. سقط نتيجة هذه المواجهة آلاف الشهداء وعشرات آلاف الجرحى وذوي الاحتياجات الخاصة، ومثلهم من السجناء الذين آمنوا أن خلص البلاد لا يكون إلا بالوقوف بوجه الاحتلال وأعوانه. إن المقاومة العراقية النقية أثبتت أن هي التي أجبرت الاحتلال على الخروج من العراق وعلى ترك غالبية الأمور بيد الحكومات المتعاقبة على حكم بغداد.
سنحاول هنا ذكر بعض خسائر الاحتلال الرسمية المعلنة ما عدا الأرقام المخفية والتي ذكرتها مواقع رصينة، لنؤكد للعالم أن المقاومة الحقيقية هي التي وقفت ضد المحتل، وهي التي كبدته الخسائر الجسيمة التي يئن منها حتى الساعة، وليس الضربات العبثية على مواقع محصنة هنا أو هناك. بخصوص تكلفة الحرب الأمريكية في العراق، فقد قدرت وحدة البحوث في الكونغرس الأمريكي أن تكون الولايات المتحدة قد أنفقت مع نهاية العام المالي 2011 مبلغاً يتجاوز 800 مليار دولار أمريكي على تمويل الحرب، وقد جرى بالفعل تخصيص أكثر من 747 مليار دولار منها. واليوم يأتي من يحاول المتاجرة بدماء الرجال وعموم العراقيين ليحاول أن يعلب دور المقاومة في أرض العراق. إن هذه الخسائر الفادحة في صفوف العراقيين هي التي أجبرت القوات الأمريكية على الخروج من العراق. موقف العراقيين الشجعان من الاحتلال كان واضحاً، ولم يكن هذا الموقف من أجل ديمومة كيان سياسي معين، يقول جاسم الشمري، أو دعماً ربما لهذا الشخص أو ذاك، بل إن موقف المقاومة هو الموقف الشرعي والقانوني والأخلاقي الواجب التنفيذ في مثل هذه الحالات أو المراحل الفاصلة ما بين الوطن أو الضياع. أتصور أن محاولات القفز، يقول الكاتب، على تضحيات المقاومة العراقية والسعي لاحتسابها لهذا الطرف أو ذاك زوراً وبهتاناً هي مؤامرة على العراق برمته والأجيال القادمة، والسرقة لدماء الشهداء وآهات الجرحى ومعاناة الأرامل واليتامى، وليس مجرد محاولة لتزوير التاريخ العراقي القريب. طالبان لم تتغير ولكنها انتصرت على أمريكا. حازم عياد يقول: طالبان لم تتغير ولكنها انتصرت على أمريكا، لم تتغير ولكنها انتصرت، فعززت ثقتها بنفسها وبمعتقداتها، كيف لا بعد أن تغلبت على الولايات المتحدة الأمريكية، القوة العظمى التي هزمت الاتحاد السوفيتي السابق وفرض شروطها للاستسلام الكامل على ألمانيا واليابان وإيطاليا في الحرب العالمية الثانية، حيث لم تتغير حركة طالبان ولكنها عادت وملؤها الثقة بالنفس بعد حرب ضروس دامت 20 عاما تفوقت فيها على دول حلف الناتو 30. طالبان اليوم أكثر ثقة بالمجتمع الأفغاني من طالبان الأمس التي خاضت حربا أهلية مع فصائل المجاهدين وتحالف الشمال بتركيبته المعقدة إثنيا وفكريا، فهي الآن محط إعجاب واهتمام للعالم أجمع، فدوي انتصارها يتردد صداه في زوايا العالم، من كوبا وفنزويلا في أمريكا الجنوبية واللاتينية إلى إفريقيا وزوايا آسيا الواسعة. طالبان لم تعد بحاجة لكبير عناء لتدافع عن نفسها أو صورة انتصارها الذي عكسه الفرار الجماعي والتعلق المحزن والمخزي بأجنحة الطائرات العملاقة للموالين لأمريكا وحكومتها في كابول. لم تعد طالبان بحاجة لنشر فكرها ورؤيتها، فهي على ثقة بقدرتها على إدارة الدولة وبناء التحالفات الداخلية والخارجية بكل يسر وسهولة، فالجميع وبصوت واحد يقول طالبان تغيرت، بل إن البعض بات يجزم بذلك، ومن ضمنهم للذكر لا للحصر قائد الجيش البريطاني الجنرال نيك كارتر الذي كان من أكثر المعارضين للانسحاب الأمريكي، فالرجل تغير من حال إلى حال، وبتنا نسمعه يقول بصوت عال طالبان تغيرت. تمكن طالبان من تفويت الفرصة على خصومها وباتت أقرب لتحقيق انتصار سياسي يترجم انتصارها العسكري من خلال الحكم وفق مبادئها والقيم التي تؤمن بها ودون الحاجة للتغيير أو التعبير الصارخ عن أفكارها. يضيف الكاتب: تمكن الطالبان من تفويت الفرصة على خصومها وباتت أقرب لتحقيق انتصار سياسي يترجم انتصارها العسكري من خلال الحكم وفق مبادئها والقيم التي تؤمن بها ودون الحاجة للتغيير أو التعبير الصارخ عن أفكارها، فالمساحة لديها أوسع، معززة بالثقة الغامرة بالنفس التي تتيح لها قبول الآخر وبناء مؤسسات الدولة لتحقيق الديمومة والاستمرار وتحقيق الاكتفاء الذاتي الذي وعد به قادتها.
من موقع ميدل إيست آي نقرأ مقالا للكاتب آزاد عيسى تحت عنوان أفغانستان الاستشراق والتلميحات العنصرية في صميم خطاب بايدن. الأحداث السريالية دفعت باتجاه انهيار جماعي في الولايات المتحدة، بينما تملكت الدهشة الخبراء والسياسيين والجمهور بشكل عام إزاء السرعة التي تلاشت بها الاستثمارات الأمريكية. لم يأتي بايدن على ذكر أعداد الأفغان الذين قتلوا أو أصيبوا أو شردوا حتى بسبب الحرب، ولم يأتي على ذكر المواقع السوداء لعمليات المخابرات الأمريكية CIA التي كان الأفغان يعتقلون فيها ويتعرضون للتعذيب بدون مبررات في كثير من الأوقات، ولم يأتي على ذكر الغارات الجوية التي فتكت بالمدنيين بشكل روتيني أو تركت بناتا وأبناء بلا أمهات ولا آباء. كانت لدى الولايات المتحدة أيها السيدات والسادة مهارة تامة في حرق حفلات الأعراس عن بكرة أبيها، وهذا أيضا لم يأتي ببايدن على ذكر شيء منه. كان خطابه تجسيدا لنفس السياسة الخارجية الأمريكية التي حددت دور الولايات المتحدة في أفغانستان والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وغيرها من المناطق منذ الحرب العالمية الثانية، ولكنه أيضا وصل حد المراجعة التاريخية التي كشفت في الصميم منها عن ازدراء عميق للشعب الأفغاني. ظلت كلمات مثل الديمقراطية والحرية ومع على شاكلتهما تستخدم على مدى زمن طويل من قبل الولايات المتحدة لتبرير عمليات الغزو التي تقوم بها. إنه لإنجاز جديد أن تسمع رئيساً أمريكياً غير دونالد ترامب يعترف بأن أمريكا أولاً وأنها فوق كل من عاداها. وفي انتخابات عام 2019 كان ثقة الشعب متدنية جداً، لدرجة أن 20% من الناس فقط شاركوا في انتخاب ما غدا حكومة أفغانية هشة، حتى مع تعبير بعض الأمريكيين عن سخطهم بسبب طريقة ترتيب الانسحاب، لم تطرح كثير من الأسئلة حول مبررات غزو البلد في المرتبة الأولى. يذكر أن الكونغرس لم يصوت على بدء الحرب في أفغانستان تحديداً، وإنما صدر عنه قرار عام منح الجيش التفويض لملاحقة أولئك الذين كانوا مسؤولين عن هجمة 11 من سبتمبر، وفاز القرار بأغلبية 420 صوتاً مقابل صوت واحد، كما لم يكن هناك بتاتاً قرار لمجلس الأمن الدولي يقر الغزو. إذن بايدن قلب الصفحة بكل هدوء دون أن يتطرق للتجاوزات والضحايا الذين وقعوا في أفغانستان وانسحب. دروس الهزيمة الأمريكية في أفغانستان يلخصها حسن نافعة، حيث يقول: لم يكن المشهد الذي تابعه العالم برمته من مطار كابول يوم الأحد الماضي مثيرا للدهشة فقط، وإنما كان باعثا أيضا على أشد أنواع الحيرة التي يلفها الغموض. فبينما كانت قوات حركة طالبان تتجه مرفوعة الرأس بزهو المنتصر نحو أبواب العاصمة الأفغانية بعد نجاحها في السيطرة على معظم المدن الرئيسة الأخرى، كانت القوات الأمريكية والتي جاءت إلى هذا المكان أصلاً لتسقط طالبان وتمحوها من الوجود، كانت تهرول مسرعة نحو طائراتها العسكرية المصطفة في المطار استعداداً للعودة منكسة الرأس إلى واشنطن. عن دروس الهزيمة الأمريكية في أفغانستان كتب حسن نافع مقالاً في صحيفة العرب الجديد. أنفقت الولايات المتحدة خلال فترة احتلالها لأفغانستان والذي استمر 20 عاماً متواصلة أكثر من $1 تريليون، وخسرت أكثر من 2400 قتيل وحوالي 270,000 جريح. أما الجانب الأفغاني فخسر ما يقارب 3 ملايين شخص بين قتيل وجريح. ولم يتمكن النظام الذي أقامته الولايات المتحدة ليحل محل نظام طالبان من السيطرة على كامل الأراضي الأفغانية في أي وقت، على الرغم من امتلاكه جيشاً قوامه 300,000 مقاتل ومسلح بأحدث أنواع الأسلحة. ومن المفارقات أن هذا الجيش الضخم لم يتمكن من الصمود أمام حركة طالبان والتي لم يتجاوز تعداد مقاتليها 750,000 مقاتل.
صحيح أن الولايات المتحدة كانت ولأسباب داخلية في المقام الأول قد قررت منذ سنوات أن تنسحب من أفغانستان، وقامت بالفعل بتخفيض قواتها هناك أكثر من مرة، إلا أنها ظلت تأمل أن يتمكن النظام البديل الذي أقامته من البقاء والاستمرار، وهو ما لم يحدث. فقد سقط هذا النظام الذي تصورت الولايات المتحدة أنه يقدم نموذجاً أرقى من نظام طالبان، وانهار في أول اختبار حقيقي حتى قبل أن تبدأ قوات طالبان في اقتحام العاصمة، بل وفر رئيسه للخارج حاملاً معه أقصى ما يستطيع من الأموال المنهوبة. حسن نافع يقول: الحرب ليست هي الوسيلة الأفضل للتوصل إلى الأهداف المنشودة عند إدارة الأزمات الدولية، إن الإيمان بعدالة القضية التي نحارب من أجلها والإصرار على مواصلة النضال مهما بلغت التضحيات هما مفتاح النصر في أي مواجهات دولية قد تحصل. إن الديمقراطية، يقول، لا تستورد ولا تفرض من الخارج، وإنما يجب أن تنبع من داخل الشعوب نفسها وأن تعكس آمالها وطموحاتها. وفي خبرنا لهذا اليوم: مغارات مراح سلامة في الأردن عبق التاريخ وهندسة الحاضر. من هالمراح ما في رواح، عبارة كان يستخدمها بدو العرب للدلالة على شدة إعجابهم بمكان إقامتهم واتساعه، ومن ذلك ارتسم الهدف المراد للأردني جورج حدادين. حدادين البالغ من العمر 69 عاماً أكمل دراسة الماجستير بتخصص الجيوفيزياء من ألمانيا عام 1979، ونظراً للطبيعة الجغرافية التي تتمتع بها منطقته في محافظة مادبة، قرر أن يكون له دور في استعادة التاريخ والكشف عن كنز يعود لأزمان مضت وحضارات اندثرت. البداية كانت عام 2008 عندما بدأ حدادين الحفر والتنقيب عن مغارة في ساحة منزل العائلة، واستمر بذلك إلى 2018 ليظهر معالم مجموعة من المغارات التي تعود للحقبة الوسطى، حيث تعد تلك المغارات بمثابة تاريخ عريق للمدينة التي يقطن فيها، وتجمع عدة حضارات ومحاولات بعد محاولات باءت بالفشل لتحويل المكان إلى متحف وطني. اختار حدادين وفق ما قالته الأناضول إنه يحاول تحويل المكان إلى معلم يقدم فيها الطعام والشراب للزوار من داخل المملكة وخارجها حتى، وأطلق عليه اسم مراح سلامة ليحمل هذا الاسم. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير. إلى اللقاء.